صباح الورد بتوقيت تخيل فجأة قايمة من النوم مشتهية شابورة وفريسكو، هذا اللي فيها شوية سبايسي الجبنة، ما أدري يعني مشتهية هذا بالذات، مراضية أكل ولا شيء إلا هذا. روتين الصبح لازم أغسل بشرتي، أحط مرطب حول العين وأحط مرطب قبل لا أطلع، يعني خلاص وقاعدة بالبيت قبل لا أطلع بربع ساعة ثلث ساعة أحط حماية، وهذه الخطوات دائما أسويها حق مراجعاتي بالعيادة، أقولها غسلي وجهك، حط المرطب حولين العين، بعدين حط مرطب الوجه على الوجه والرقبة وقاعدة، يتي بتطلعين قبل لا تطلعين بشوي ربع ساعة 20 دقيقة حط الحماية. طبعا أنا سويت هذه الخطوات، الحين صار جري بالظهر بي بحط مثلا ميك اب خفيف وبطلع. أنا أستخدم أمبولات النو فلتر نيدد، علبة راح تكفيك شهر وأسبوع، مو بس شهر، شهر وأسبوع، هذه طريقتها. أنتم مشكلتكم تاخذون شيء وتفرغونه كله على الويل، لا هو مجرد تستفيد البشرة من المكونات، مو تغرقينها تشبعينها. والله لو عندك نبتة تحتاج ماء، تحتاج تسقينها، لو تسقينها زيادة راح تموت، فلا تموتين بشرتك من كثر ما تحطين منتج زيادة على اللزوم. لا، ثلث أمبولة كافي. ترى أنا ساعات ترى ما ألتزم على الأشياء اللي تنكتب على العلب، لا أشوف المناسب والكمية المناسبة، يعني كمية تناسب ثلث. أنا شوف ثلث أمبولة ترطب لي الوي والرقبة وأعلى الصدر، فظيعة. شوفوا طبعا أنا آخر مرة فتحتها تاريخ 27 أو 28، شوفوا أمبولة واحدة بس اللي استخدمتها، يعني أسبوع. الحين الأسبوع هذا الأمبولة الثانية راح تكفيني الحين طول الأسبوع، تخيلوا ليل سبت، يوم أحط يوم ما أحط يوم ما أحط يوم ما أحط ثلث أمبولة. هذه الكسارة تي معاها، شوفوا بدون ما ألم إيدي ولا شيء، وتطيح الصوب الثاني كهي. أوكي، راح أخذ فقط ثلث الأمبولة، ثلث الأمبولة، شوفوا تقريبا هذا ثلثها بس، شايفينها كمية والله فيها ترى هي، فما تحطينها كلها، مو يوميا تسوين كذي وتطبقين على الوجه، خيال. الحين على طول راح أحط ميك اب، أوريدي مسوي روتين الصبح من كم ساعة، وحتى على منطقة الصدر تقدرين تحطين هذه الأمبولة لفوق، دائما أنا معلمتكم وهني لفوق الرقبة، دائما لفوق عشان ما يصير عندك خطوط بالرقبة كذي. وجه دائما أنا أقول لكم من نص الوجه ولي برا، أوكي من نص الوجه ولي برا بهذه الطريقة لفوق كذي، نفس الطريقة الجبهة كذي ولفوق. طبعا شوفوا أنا أحب أمبولات النو فلتر نيدد، وعندهم المارين سيلكشن، عندهم أو ماي بلاش، يعني هذه أغلب الأمبولات مستخدمتها، بس النو فلتر نيدد اللي أنا حسيت يعني مناسبة بشرتي، يعني كل واحدة واللي تناسب بشرتها، يعني في بنت يعني مو اللي تناسب حاجتها، يعني في بنت تبي توريد حق الوي الأو ماي بلاش بس طبعا ما تناسب الوردية، وهذا اللي مو وردية. أنا هذا النوع صورت لكم يا كذا مرة ينن، صار لي فترة علي بنات ينن. طبعا هذه الأمبولة الحين اللي فتحتها راح تكفيني حق يوم الثلاث، وراح تكفيني حق يوم الخميس، بعدها خلاص سبت أفتح واحدة ثانية كذي، ثلث أمبولة يوم بعد يوم، العلبة راح تكفيك شهر وأسبوع. عيوني بنات دكتورة خلصت خمسة أيام، خلصت مو كل يوم، وكل يوم تفرغين كاملة وايد فيها ترى، فنحط هذا بعين الاعتبار. أنا من دالتون أعشق كريمات الإيد وأعشق الأمبولات، فيهم كذا نوع، منهم النو فلتر نيدد والمارين سيلكشن. الحين مسوين استخداماتي بوست، تقدرون تكبشونه تطلبونه دايركت، لأن دائما كل ما أحط هذه الأمبولات أو أتكلم عن أمبولات دالتون تقول الدكتور أنت شنو تستخدمين والكريم أي واحد تستخدمين. أنا أستخدم الكريم اللي صاير على رمادي، في كريم إيد أبيض وفي اللي على رمادي، أنا أحب اللي على رمادي لأنه يقاوم التجاعيد ويملي الإيد ويخلي منظر الإيد خيال. فهذه الاستخدامات الشخصية، حابين تأخذونها أنا راح أحط الرقم التواصل والطريقة، وبالتعاون مع الأونلاين مال دالتون الرسمي دايركت، يعني هو مخصص حق هذا البراند، راح تقدرون تطلبونها دايركت لجميع الدول. فهذا اللينك ما قصروا، حطوا استخداماتي يعني اللي انا احبها وحاليا قاعد استخدمه لفتره قاعد استخدمها، اللي هو كريم الايد، النوع اللي انا استخدمه، لان تدشون تشوفون كذا كريم ما تعرفون، والامبولات اللي انا معتمدتها من قبل زواجي اصلا، وخيال بنات راح تلقون بهاللينك. طبعا توصيلهم لجميع مناطق الكويت مجاني، عندهم شحن لجميع دول الخليج، وبمناسبه اليوم الوطني الاماراتي كل عام وانتم بخير وسعادة، التوصيل كذلك مجاني للإمارات، متاح طبعا التوصيل والشحن للسعودية الحبيبة وقطر الغالية
وعمان الحبيبة كلهم متوفر لهم توصيل. بس مناسبة اليوم الإماراتي مسوين التوصيل لجميع مناطق دولة الإمارات الحبيبة الغالية على قلبي مجاني كذلك، فعليكم بألف عافية، وإن شاء الله يا رب الاختيارات اللي أنا قاعد استخدمها تناسبكم، لأن عموما هي أشياء تناسب جميع البشرات ترى، ولا أنا ما حطيتها أساس أن أنا استخدم أنتوا تأخذونها. لا، الكريم الإيد عادي أي بنت تقدر تستخدمه، والأمبولات أي بشرات تتحملها، يعني الأو ماي بلاش ما حطيتها أنا حق جميع البشرات، وحتى لما كنت أستخدمها كنت حاطة أنه ممنوع الوردية والحساسة، هذه لجميع أنواع البشرات، فعليكم بألف عافية. اتيند طلع أنا أستخدم أمبولات النو فلتر نيدد، خطيرة هذه من قبل قبل زواجي أو عرسي كم شهر وأنا باديتها، وايد حلوة هي، مو يوميا بس الحين وقتها أحس بنص اليوم، دائما أقول لكم نص اليوم تنحط على الوجه والرقبة وأعلى منطقة الصدر بنات، بعد خيالية خيالية اللي هي أمبولات النو فلتر، عجيبة، غيرت بشرتي من إلى للأمانة، وأغلب تركيباتها طبيعية تعتمد على البراون ألقى، يعني الطحالب البنية، فظيعة، غنية بمضادات الأكسدة، رهيبة رهيبة. هذه بنات مو كل يوم، يوم بعد يوم، يوم بعد يوم يعني، ولا وثلث أمبولة، يعني أسبوع كامل تكفيك أمبولة واحدة، يعني ست أيام تحتاجين أمبولة واحدة، ثلث بعدين يوم تحطين يوم ما تحطين، ثلث ثلث وبس خلصنا. هذا كريم الإيد ترى، هذا اللي دائما تشوفوني أصوره أو يكون معي بالجنطة، وخاصة إذا طالع يوم طويل أغسل كذا مرة وكذي أحط أرطب فيه كذا مرة، يعني ما في عدد معين، أنا عادة ثلاث مرات أربع مرات ساعات تحتاج أرطب، وأحبه لأن هذا بيجمنتيشن كنترول، يتحكم بتصبغات الإيد وكذلك يقاوم التجاعيد، خيالي وما قوامه خيال، شوفوا قوامه يعني مو كريم ثقيل، شايفينه قوامه خيال وملمسه روعة بعد بنات، يعني أنا مو قاعد أحط لكم أي شيء، شوفوا ملمسه ملمسه، يعني عقب ما ترطبين الايد راح تلمسين الايد تحسينها مثل ناعمه ناعمه ناعمه، حيل سموث، مخمليه مخمليه احنا نسميها، وايد حلو وايد حلو. هذه الاستخداماتي.